شاروخان وسلمى خان مثل ما تفضلت. أي نعم، أنا هذا الشيء من قبل يعني أنا أتكلم عنه، وأتمنى أن هذا الشيء يعني الناس تفهم. اللي بيواصل بهذا الموضوع أكيد العمر راح يأثر فيه، وهذا الشيء حصل مع نجوم كثيرين في السابق. فلذلك ما في شيء أن المشاهد غصبا عليه يتحمل البطل بهذه الهيئة. أوكي، رجنيكانت في كيرلا الناس تهتم فيه لأن هناك كيرلا وضعهم شوي مختلف، لكن في بوليوود في جمهور يعني واعي يتمنى أن يشاهد هؤلاء الممثلين في أعمال مختلفة خارج هالإطار، ما يجيهم يوم ينغصبون أو ينجبرون يعملون أعمال مش ما تليق بمقامهم المعهود. يعني فجأة نشوف شاروخ خان يمثل دور مساعد بطل ما تقدر ترتاح، أو سلمان خان. فلذلك لازم يحاولون يغيرون مثل ما غير عامر خان. عامر خان ما اهتم في نفسه وعمل كرشة كبيرة ومثل دور راجل كبير في فيلم دنقل عادي عنده. فحاول أنك تغير يا شاروخ خان وسلمان خان على أساس مستقبلا الجمهور يتقبلك في أعماله القادمة. وطبعا 5 سنين يمكن أنا أشوف أقل من 5 سنين راح يتغير الوضع، حتى يمكن مع أكشي كومار حتى مع الممثلين الآخرين إذا بيظلون يمثلون أدوار نفس الأدوار. ممكن أكشي كومار قاعد يحاول يعني يكون بذكاء يختار أعمال مرة كوميدي مرة أكشن مرة هذا على أساس أنه ينسجم، لكن بعد نفس الشيء العمر يأثر، فلذلك يحاول يؤدي أدوار تناسب عمره ويكون بطل الفيلم. فممكن هذا الشيء راح يمشي أكثر أكثر 10 سنين أو 15 سنة. أقدم دعوة لأميتا بتشن للدخول في الدين الإسلامي باسمه. يا أخي الكريم أخوي إبراهيم أشكرك على اهتمامك للقناة. أنا مش مرة ثانية نرجع، أنا مش يعني مخول أني أتصل في فلان وعلان وأقول له لازم تدخل الدين الإسلامي. هذا أنا إنسان ناقد فني ومخرج سينمائي فأتكلم في السينما، فما أقدر أتكلم في موضوع يعني أنا أروح عند هرمندر وأروح عند فلان وعلان وأقول له يا أخي لازم تهتم بصلاتك لازم تهتم، ما أقدر أتكلم بهذه الطريقة، ما يحق لي أتكلم بهذه الطريقة. ممكن إذا كان واحد خلاص بيتكلم معي في موضوع الدين موضوع الإسلام بتكلم معه بدردش معه في هذا الموضوع، أما واحد أي كذي من الطريق أقول له هذا الكلام لا. أنا أشوف في ناس ممكن أفضل مني في هذا الموضوع إذا تقدر تكلمهم ويوصلون لباب أميتا بتشن ويدعون للإسلام ممكن يكون أفضل مني في هذا الموضوع، أنا مش الشخص المناسب. وين اختفت الفنانة الكبيرة أنيتا راج؟ هل اعتزلت أم لم تفلح في التمثيل؟ هي مش موضوع لم تفلح في التمثيل، طبعا هي اعتزلت بسبب زواجها في الثمانينات مع بداية التسعينات، لكن بعدين رجعت تمثل في مسلسلات، هي موجودة. وعلى فكرة لو تروح تدخل على حساب أنيتا راج راح تشوفها مثل ما هي، يعني ما كبرت صراحة ما شاء الله عليها، رياضية وجسمها رياضي وتروح الجيم يوميا مهتمة بنفسها. وجات في قبل فترة في برنامج على قناة من قنوات الفضائية برنامج غنائي ومع أسطورة درمندر ورقصوا مع بعض في البرنامج هذا، فإذا بتشوفها في هالبرنامج موجودة.